قانون المرور بيقول انك ممنوع تمشي في شارع عكس الاتجاه. الحقيقه ان الحكومه غلظت العقوبه لغرامه 1500 جنيه واحيانا الحبس. اصغر هيركب عربيه ويدخل بيها في شارع عكس الاتجاه. جورج هيحاول يقنع الناس انهم يعدونا ما دام الشارع فيه مساحه تعدي العربيتين. الشخص اللي هيقف بعربيته في وش عربيه اصغر ويصمم ان اصغر يرجع الشارع هو ده الشخص الايجابي اللي احنا بندور عليه. صح كده. في عربية جاية. في عربية جاية. حرك العربية، حرك العربية. عادي خالص 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 عادي. صف عربيات كامل جاي من ورا. هنقضي اليوم كله كده ان شاء الله. حضرتك عكسي. انت كده عكسي. الشارع جاي. حضرتك داخل عكسي كده. حضرتك عكسي كده عكسي. الشارع رايح مش جاي. اه فندم اهو مكتوب اليافطه ايه بره على الشارع. يافطه كده. الشارع اتجاه واحد. ما خلي بالك بقى المره الجايه عشان ده عكسي. اتجاه واحد كده. انت صح احنا اللي غلط. باي باي. ده هو اقتنع ان هو ماشي غلط. قلب له قلب له عشان يعني. ورجع 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 ورجع. حضرتك ما تخش بس كده سنه وتعدينا يعني. خش كده سنه احنا عارفين ان... ايوه ايوه عارفين ان عارفين احنا اسفين يعني بس يعني ممكن نعدي احنا الاثنين ليه بس؟ طب جرب ممكن تمشي. وانت حضرتك انت ماشي غلط. ماشي انا عارف انها عكس مفيش حاجه يعني بس هتعديني واعديك يعني. احنا عارفين اسفين بس يعني ممكن ده حضرتك يعني لو خدت كاس ان احنا دخلنا كاس ان احنا هنعدي. ازاي اصلا انت داخل انت داخل عكس اصلا؟ هو انت مش شايف اليافطه اللي بره ولا ايه؟ فين اليافطه؟ فين اليافطه؟ فين؟ ارجع وتعالى اوريها لك. ما انا هوسع لك انت عدي. طيب يا باشا ارجع انا عايزك ترجع. طب نعديها. طيب ارجع نعديها. ها يلا عدي انت بقى. عدي كده. حضن بقى وتعال. حضن وتعال. تعال. اتصالات كل يوم جديد.